أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله قد أدى رسالة الله أمانة ونصح للأمة ونشهد الأمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد حتى الله تعالى على طلب العلم، فمن الآيات المذكورة في ذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوي. وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر موسى بالعلم والمراد كل مدى. ووردت الأحاديث الكثيرة الرحيمة في فضل العلم، من أهمها الدنيا ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ليس شيء في الدنيا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صدق مصدوق إلا وهو مرحوم بالله. بالذكر الله عامة عامة درجات، على درجة الذكر والفكر كما كنا نشرح في التصوف. ها؟ الذكر والفكر إلا ذكر الله وما والاه لها معنيان في الحديث، أي ما ولى على الذكر أو ما ولى إذ داوم وتابع الذكر أو ما ولى على طاعة الله تعالى. هذا الولاء بين الطاعات التتابع، دليل الولاية أن تنتقل من طاعة إلى طاعة. وعالما متعلما دون الناجين دون المشمل ومن من الدنيا هذه الأشياء. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع زي المجاهد في سبيل الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لم تضع أجنحتها لطلب العلم إضاءة بما يصنع. ورضا الملائكة هو من دون الله أساسا، خلاص. وأن كل الحيوانات والكرة تكون في البحر يستغفرون لطالب العلم ومعلوم الناس الفقر، أو كما ورد في الروايات المختلفة. فالخالد في سبيل العلم هذا الذي يطلب العلم هذا في سبيل الله، فإذا مات كان له أجر شهيد عند الله تعالى. وقد حث العلماء والشرع الشريف على العلم وطلب العلم، وكما ذكرنا أنها النجاة في العلم، فليس هناك دليل للنجاة. الذي يسلك طريق العلم هو طريق الله سبحانه وتعالى. وشرحنا في التصوف كما سبق في شرح رسالة أي الولد بحجة الإسلام أن الحمد وذكر الله تعالى عنه وأرضاه أنه لم تستحق قلب، ولكن بعد المقدم عليها العلوم الشرعي استحق قلب بإيه؟ استحق ظاهر وباطن في الشرع، واستحق ظاهر باتباع العلوم الشرعية ومعرفة ما يجب عليك وما يكون عينا عليك وما هو حرام عليك وما إلى ذلك. وقد ورد حديث سيدنا جبريل رضي الله تعالى عنه المشهور حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه قد ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه أتى
إلى رسول أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يبدو عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فقال يا محمد فقال وجلس إلى صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه. جاء ودخل من بين الصحابة أحد الصحابة يعرفه وشديد بياض الثياب دليل على أنه دي ما كانش مسافر، يعني الثياب قد تتبطلت السفر فلا تكون شديدة البياض. وشديد سواد الشعر أيضا عدم وجود غبار أثر السفر على شعره. ولا يعرف من أحد وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه أي على فخذ نفسه. وفي هذا أخطر للعلم ايه التشاؤم الاوسط من غير يرفع يده على الكبير. من اداب العلم ان تعتبر هذا دروس العلم بلاغي ينسى. ثم قال يا محمد من ايمان؟ فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر وفي روايه خيره وشره حكمه وموته. قال صدقت. فقال الصحابة عجبنا يسأله ويصدقه. ثم سأل سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال فما الساعة؟ فمتى الساعة؟ قال من المسؤول أعلم بها من السائل ولكن أنبئك عن أماراتها يوم تلد الأمة ربتها أو ربها ويتقرب وعاء الشاء في البنيان. ثم لبث ثم انصرف فلبث مليا. ثم انصرف فلبثت مليا سيدنا عمر. ثم انصرف فلبثت مليا سيدنا عمر قعد ثلاث ايام ما قالوش سيدنا رسول الله او قبل لكن ما سالوش عن موضوع ده. فاول ما قبل سيدنا رسول الله بعد ثلاث ايام قال له اتدري من السائل؟ ثلاث ايام ما قالوش من ثلاث ايام. قال اتدري من السائل؟ من التراب الذهني. فأتدري بسبع شيء قبل من ثلاث ايام. أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل آتاكم تعرضونكم أمور دينكم. أمور الدين الدين كله محصور في رؤوس المسائل الدينية. إيمان إسلام إحسان. وبني على هذا الحديث في العلوم الشرع كلها. هذا الحديث يأتي في العلوم الشرع كلها. فالإيمان علوم العقيدة. والإسلام علوم الشريعة. والإحسان علوم الطريقة والسلوك والأدب مع الله ورسوله سمع ما شاء علوم التصوف. خلاص. وجعل العلماء كعلماء أهل السنة والجماعة جعلوا لهذه الأقسام الثلاثة مدارس. خلاص. وجعلوا لمنظمة تاريخ الإسلام مدرسة مدارس العقائد مدرسة الإمام أبي الحسن الأشعري عندما الأشاعرة أو الأشعرية ومدرسة الإمام المنصور الماتريدي مدرسة الماتريدية وكانوا في أصل واحد وبينهما خلاف في أصل من الأصول أو أصل واحد هو أصل سنة التكوين. إنما أقول إذا أراد شيئا أن يكون أقول أن يقول أن يكون أنت يكون فما اعتبرناش الإمام أبو الحسن الأشعري من الصفات من إيه؟ من الصفات الأساسية السبعة. انما اعتبرها مكمله ولم يعترض على ايه الماتريدي بزيادتها ولم يعترض الماتريدي ايضا على عدم ذكر صفه التكوين عند الاشاعره مرتضيه رغم انها تقول من اصول العقائد الاثنين. لا قال لك لا مش اصول عقائد لا قال لك لا من اصول عقائد لانه قدم اختصارات ثانيه واتفق يعني ما تخالف الاشاعره والماتريديه هم اهل السنه والجماعه. فما كان على أشعريا أو ماتريديا أو على نهيهما وسلكهما في فهم العقيدة ولم يخالفهما مخالفة معنى وهم أهل السنة والجماعة. ماشي؟ إذا
المدارس السقف الأعلى لمدارس العقار، يبقى الأشاعرة والماتريدية ومن سلك على نهجهما وسار على طريقهما، عشان العقيدة دي شيء يطلع على الإنسان قبل كل مؤمن، واضح؟ فدي مدارس العقيدة. بعد كده بقى هنفرق أي مدارس، مدرسة تتنفذ صفات الله تعالى أو متعلقات الصفات المعتزلة، مدرسة شبه كده نفسه المجسمة أو الحشوية أو مدرسة الاعتبار بهما في أهل السنة والجماعة. ماشي، فدي مدارس السقف الأعلى المثلية والأشاعرة هم السقف الأعلى في العقيدة للأمة الإسلامية أهل السنة والجماعة. من كان على سلفهما مش محدش يقول إيه واحد نشأ كده وخلاص وكويس ماشي حلو خلاص، بس ما فيش مخالفة معنوية، مخالفات مش ايه؟ ان هم ما يقدروش يعبروا بالالفاظ فاضطر كل واحد اما يفسق الثاني او يبدعه فيما خرج من الاشعار المدرية، ففسق الناس الاشعار المدرية او مين الاشعار المدرية فسقوهم، لم تختاروا بعض الامم لم تختاروا بعض القوائم، لكن في مذهب السنة جماعة وفي خارج عنها 72 طائفة كما هو في الحديث. الجبرية أنكروا القول وقالوا الأمر عنف وأنكروا الصفة أن الله تعالى عليم كل شيء عليم. المعتزلة أنكروا متعلقات الصفات أو بعض الصفات، بل أنكروا رؤية الليل على يوم القيامة. الإباضية قالوا بخلود الكافر بأن أهل الكبائر كفار ويخلدون في النار وهكذا الخوارج. فده طابة لأنها خالفت في أصول العقيدة وعقيدة أهل السنة والجماعة. ما شاء الله عزنا في كلمة فيها ساعة كتبت من أجمل ما قاله الإمام أولا طبعا أهم الكتب في إثبات تلك العقيدة دون النظر لفروعها وأصولها، كتاب تبيه كتب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. شوف مدى سعة صدر العقيدة الإسلامية التي كانت في صدر هذا الساعة العقيدة الإسلامية التي كانت في صدر أبي الحسن الأشعري عند موته. أتى بأحد تلامذته، شوف تلامذته اسمه سيد أدوى بنفس الكلام، قال يا فلان اشهد علي أني لا أكفر أحدا ممن يسجد للكفر. مين؟ شوف مدى سعة التكفير ده والخوارج، يقول لك أي عبد الحديد كبير يبقى كافر أو المنزلة بين المنزلتين بين المعتزلة، فإذا نزل أهل السنة والجماعة واضح. وسبقوا من اتى بعدهم، يعني الامام ابو الحسن الاشعري والامام الماتريدي في القرن الرابع الهجري وابن تيميه في السابع، فرق ثلاث امور، فكيف يكفر ويفسر متاخري هذه الامه اولها؟ قدام قرون الخير، قرون الخير الذين وما فعل الامام ابو الحسن الاشعري والامام ابو المنصور الماتريدي الا انهما جمع العقيده، جمع علم العقيده في كتبهما من القران ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين، هم وصفوا ولم يستجدوا شيئا. واضح؟ كده انتهينا من علم العقيدة. تعالى علم الشريعة. ابتدوا معه علم الفقه فظهر أئمة 96 تقريبا إماما مجتهدا في تاريخ الإسلام في قرون الخير، غالبهم في قرون الخير. و96 دول ابتدوا يتكلموا عن الفقه الإسلامي في العبادات والمعاملات عموما. خلاص جميع الابواب الفقه الاسلامي العبادات والمعاملات. وابتدوا 96 مذهب موجودين بالفعل، الا انهم لم يصلوا بعد كده ابتدت هذه المذاهب بفضل الله تعالى انها ايه؟ اصطفى منها اربع مذاهب. الاربعه واربعه اخرى. خلاص؟ اربعه مذاهب اهل السنه والجماعه اللي هم الامام مالك الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهذا ترتيبهما الزماني، وقد لقي كل منهما من هو أعلى منه وتربى عليه. فالإمام مالك رأى الإمام أبو حنيفة وتربى عليه ولم يكن علمه عن في كتبهم. الإمام مالك قال رأيت رجلا لو أراد أن يقنعك أن هذه سريعة الدهر لأقنعك بذلك. يصف الإمام أبو حنيفة بفقه ودقته. والإمام الشافعي كان تلميذ الإمام مالك وكان يدعو الموطأ عليه، والإمام أحمد يقول عن الإمام الشافعي ما قلناه وذكرناه المرة اللي فاتت، هم هم أبناء الإمام الشافعي، بعد كده في مصر ساعة ما كان الشافعي
للناس كالشمس والهواء، فهل للناس من غنى عنهما؟ وكان يقول كان يقول كل صلاه يصليها الامام الشافعي. تمام؟ تمام؟ فكل واحد من الائمه كنت تربى على انه اعلم من الائمه الاربعه وتلقى عليه العلم. ولو طريق ولو مساله، لكن مثلا الشافعي تلقى المنطق كله على الامام مالك. وذكر يعني ومدار قديم جدا لمدى الامام مالك. الامام احمد طريق الشافعي كان الامام احمد يقول ايه؟ كان الناس كان الناس اهل الحديث صيادله، فاتى الشافعي طبيبا لهم. كان اهل الحديث صيادله فاتى الشافعي طبيبا لهم. ها؟ يعني كما ورد في النص اللي احنا قراناه في لفظ هناك. فاذا المدارس الاربعه دي اهل السنه والجماعه، في مدارس اربعه اخرى الزيديه والابراهيميه. يعني المهم المدارس ليه تميزت هذه المدارس الثمانية وأصبحت موجودة الآن؟ ها؟ هو أن هذه المدارس الثمانية أربعة أهل السنة والجماعة، وأربعة ليسوا أهل السنة والجماعة، الإباضية ليس أهل السنة والجماعة، الإثنى عشرية ليس أهل السنة والجماعة، الجعفرية، كل المدارس دي ليست أهل السنة والجماعة. وهنفصل ليه تميزت هذه المدارس الناس اعترضوها واعتمدوها الأربعة أهل السنة والجماعة. أن هذه المذاهب الثمانية قدمت في جميع أنواع العلوم. أنا عشان أنا شافعي وأنتم شافعية أقول لكم إزاي قدمت. فتلاقي مثلا الإمام الغزالي وضع أربعة كتب في أصول في فقه الشافعية. ووضع الخلاصة ها والوجيز والوسيط والوسيط، أربعة كتب. ماشي؟ كل واحد من دول كان عمده في الفقه الشافعي. فجاء الامام الرافعي شرح الوجيز موسوعه ضخمه سماها العزيز او فقه العزيز شرح الوجيز، ده اول حاجه شرح. شرح فقهي لمتن، يعتبر الوجيز متن، الشرح الفقهي بتاعه ايه؟ شرح فقه العزيز شرح الوجيز او الشرح الكبير للرافع عشر مجلدات. أم كان الإمام الفجيج من أئمة اللغة عمل قاموس عشان يحل ألفاظ الشرح الكبير، سماه إيه؟ المصباح المنير في حل ألفاظ الشرح الكبير. بقى قاموس بالعربية عند كل الناس المصباح المنير، لأنه وضع أساسا ها كإمام من أئمة اللغة هو الفجيومي لحل ألفاظ كتاب الشرح الكبير بالله اللي هو الشرح الوجيز للإمام الغزالي. وجاء الحافظ ابن حجر خرج احاديث الشرح الكبير، ائمه الحديث اشتغل وضع ائمه اللغه اشتغل خلاص ها تلخيص الحديث في تحقيق احاديث الشرح الكبير للرافع. وجاء ابن الملقن عمل البدر المنير في تحقيق احاديث الشرح الكبير، تحقيق الاحاديث الحفاظ التام به. وجاء ابن الملقن اختصر البدر المنير في مختصر البدر المنير، بدل من 10 مجلدات يجيب الدليل كله من حيث جميع الطرق ويحكم عليه الذي ذكره الرافعي كذلك طريقه للاستدلال على الحكم. وهكذا كل اللي اشترك في انشاء هذا المذهب وانشاء هذا المذهب اللغويين واهل الحديث واهل الفقه انهم مجتهدي المذهب وهكذا خلاص. يبقى ده كل مذهب من زائد انها دونت وحررت ونجحت واستقرت الاحكام عليه. دي ايه؟ ده اللي حصل في المذاهب الاربعه او الثمانيه باعتبار الاربعه، لذلك ايه اصبحت هذه هي المشهوره والمنتشره بين الناس والتي عليها الحمد الاربعه. اما الاربعه الاخرى بتاعت الزيديه او ما الى ذلك دول، الاربعه دي انها كان لها المنهج العلمي ده وانها ايضا دونه. وانا عندي كتب في ايه؟ مصطلح الحديث على طريقه التعويضيه مثلا وهكذا. فتلاقي ايه هؤلاء اهتموا بكل فروع العلوم المتعلقه بالمذهب ده، فعشان كده هو متكامله. المذهب الفقهي هو متكامله الا لا اعتبار بما يخالف فيه المذاهب الاربعه الاخرى التي ليست اهل السنه والجماعه، اذا خالفوا لا اعتبار بخلافهم عند اهل السنه والجماعه. اجاز بعض الشيعه نكاح المتعه. ده امر تغيير، احنا عندنا حرام قطعا عند الائمه الاربعه باجماع اهل السنه. لما الأئمة الأربعة بأتباعهم بما فيه
كل هذا لجزء منهم من الخلاف، من الخلاف يعني مثلا قول مساله فيها شعور، شعور الميتة فيها سبعة اقوال، مثلا مسألة عند الحنابلة فيها 12 قول، يبقى العبرة دي داخل أهل السنة والجماعة. لكن مثلا في الشيعة في الكعبة المكعبية في أحد أهل السنة والجماعة انعقد الإجماع على عدم جوازه وأنه زنا. واضح؟ لأن أهل السنة والجماعة تقبل الإجماع، أهل السنة والجماعة وبين المذاهب الفقهية. قد نلجأ في بعض الأشياء لاعتبار فتوى الضرورة أو الحاجة الملحة إن إحنا نقلد أحد المذاهب. في مسألة في فرع، لكن أصلا لا اعتبار به ولا اعتبار به عند أهل السنة والجماعة. يقول الإمام بالنسبة للمسائل الفقهية، يقول الإمام المجرمي في حاشيته، في حاشيته على الإقناع، يقول المذاهب الأربعة كلها صحيحة وكلها وكلها طرق للجنة، ما فيش اختلاف بين المسائل الفقهية وهي طرق للجنة. ونحن نعتبر ذلك الإقناع باعتبار ما يوجد فيها من الصحيح من الراجح والمرجوح في الاختلاف. اجمع لان لو قلنا قول غير موجود في الموضوع عندهم يبقى خالف ايه؟ اهل السنه والجماعه. فدي المذاهب الفقهيه. اتت بعد كده المذاهب السلوكيه وهي ايه؟ مذاهب التربيه، درجه الاحسان ممكن نتكلم فيها في ايه؟ ايها الولد. وتم حصل كتاب معين من قرن ان المذاهب السلوكيه وصلت ل 40 طريقه. 40 طريقه في السلوك الى الله تعالى. فيبقى ايه المذاهب الفقهيه برضه سقف ما نتعدلوش، خط احمر اللي هي الاربعه، والمذاهب السلوكيه في تربيه النفس 40 مذهب خلاص، الجشريه والشافعيه والقدريه والاكبريه وما الى ذلك، دول معترف بهم عند اهل السنه والجماعه خلاص. يبقى ما خرج عن ذلك بمخالفات لا يعترف، دول سقف اهل السنه والجماعه لانها مذاهب ايضا السلوكيه، مذاهب معتمده لها قواعد وضوابط وتبقى كما قال الامام ابن عملنا هذا او مقيد بالقران والسنه، فكله مقيد بالقران والسنه سواء عقيده او شريعه او حقيقه. يبقى في ثلاث مدارس كبيره يندرج تحت كل واحده مجموعه من المدارس، ودول كلهم اهل السنه والجماعه في العقيده والشريعة والحقيقة، دي خريطة العلوم التي وضعها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. ماشي. ونضيف كما أضاف مولانا الأسبوع السابق قال وعلمة الساعة، قال لا نمس معها لأعلى المسائل، ولكن أدلوك أقول لك أما مرتها أقول لك أن النظر في العلم الرابع هو مقصدك وتابع للثالث، أنك تنظر إلى أنك ستموت وتلقى الله تعالى وتحاسب في الخير فخير وإن شر فشر. وبهذا نكون قلنا الخريطة العلمية للعلوم الشرعية، في علوم بقى اسمها العلوم المساعدة، أنا لا أقل اسميها بالعلوم المساعدة. خلاص يبقى علم الحديث، علم الفقه، يبدأ علم التفسير، علم أصول الدين العقيدة، علم التربية والسلوك، كل ده موضوع الخريطة العلمية. في علوم مساعدة لفهم هذه العلوم. هذه العلوم المساعدة بعض العلماء يسميها مساعدة، لكن أنا أفضل برضه أحسن وهي علوم، علوم مضايفة. ما معنى المضايفة؟ المضايفة إن الأخ أحدهما لا ينفك عن الثاني، وهذه العلوم لا يمكن الاستغناء عنها. حتى كانوا يفكرون من 10 سنوات كده إن هم يفسدوا علم أصول الفقه لوحده. مش ممكن. يفسدوه يعني يصفوه ما فيه من اللغة والمنطق والعلوم المساعدة بيكون مساعدة، مش ممكن. ازاي لما ما كانش عندك لغة ونحو وصرف وبيان ها هتفهم اصول الفقه؟ اذا ما كانش عندك قواعد منطقية من المنطق كيف تفهم اصول الفقه؟ من الفقه المصور والفقه كبرى ونتيجة كيف تفهم ذلك؟ ولا النتيجة دي طبيعية؟ يبقى دي علوم مضايفة لا يمكن الاستغناء عنها، وان كانت هي نفسها ليست اصل اصل علم اصول الفقه. لكن في علم اصول الفقه مثلا نحتاج الى مسائل منطقيه، يبقى نرجع الى المنطق ونحتاج الى مسائل منطقيه ديت زي الشكل الاول منطقي في اصول الفقه ها وهكذا. والعلوم دي، العلوم دي اسمها علوم مضايفه وليست مساعده، لان في اصل علم ويضيف علما اخر وليس ويضيف علما اخر وليس ما مضايفه. لا يوجد والد الا ما يكون في والد، ولا يوجد والد الا ما يكون في والد. فمش ممكن واحد يبقى اقول له ده والد، والد مين؟ فين الولد بتاعه؟ يقول لي ده والد، اقول له فين ابوه؟ لازم في، اذا في عدم استغناء احد
العلوم الاخرى مثل العلوم الضارفه المساعده زي اللغه والبيان والقواميس معاني الكلمات والالفاظ وما الى ذلك، كل دي مساعده لا يستغنى عنها بمعنى الغايه. بعد كده نحتاج الى علم الفقه، فينقسم علم الفقه الى كما قلنا مذاهب اربعه، كما قلنا ان كلها طرق مؤديه الى الجنه الموصول اليها وكلها صحيحه باعتبار اظن باب اعتبار انها حكم الله تعالى. انواع قالوا ما مدى الشافعي في المساله؟ فمراد منها قالوا ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله عبدوا الشافعي. قلت لا، انا بسال ما مدى الشافعي في المساله؟ اي ما حكم الشافعي؟ حكم الله تعالى عند الشافعي؟ ما فهم الشافعي؟ ما ذهب اليه الشافعي من حكم الله تعالى في هذه المساله؟ مش حكم السيخ ولا الجنود، لا، ده حكم الله تعالى في المساله الذي فهمه الشافعي من دين الله تعالى. ولذلك هنا انت لما بتيجي تعمل في اي مدى من المذاهب تيجي تبني مساله وحكم بتعتقد انك تتعامل وتقول الحكم ده حكم الله في حقك انت بالنسبه للمساله دي. حتى الامام القرافي يقول ان هذا قطعي بالنسبه لكل شخص بالنسبه لاعتقاده، انك تعتقد ان ده مذهب الشافعي وده دين الله. وبالبناء على الحكم فعلا كده انك انت ده دين الله عندك، وانك انت بتعمل ما ظننت انه الحق وانه هو دين الله. لكن فيها ضرر برضه. واخد بالك؟ حيث ان الاحكام الشرعيه يغلب عليها اضرار الا ما كان مجمعا عليه او كان قطعيا في دلالته من القران او السنه او الاجماعات. ماشي. طيب فموجوده المذاهب الاربعه وكل مذهب معتمد معروف له كتب في جميع العلوم والاستبداء والادله. ها؟ زي الشافعية كما ذكرنا كمثال الشافعية كل المذاهب الأربعة لها كتاب، حتى المالكية عندهم أدلة المالكية والحنابلة أدلة الحنابلة كثير، كتب الأدلة كثير يعني. وبعدين طبعا من ذلك علوما أخرى بقى في الفقه المقارن أو ما إلى ذلك، دي مش هنشتغل فيها لأنها ليست من مجالي عملي، إنما ممكن تكون شافعية هندرس في مذهب الشافعي احد الكتب وهي عودة السالك وعودة الناس للامام الامام ابن النقيب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو من علماء القرن السابع على ما اعتقد. هذا في اسئله قبل ان اشرع في بدايه علم الفقه. اولا مش عارف هل دول برضه لا قد يكون مش هم دول اربعه، هم اربعه موجودين في السي دي بتاع ايه؟ الجامع الفقه الاسلامي. والظاهريه والظاهريه. لا الظاهريه مخالفهم مش هتقول لي لان النووي الراي راي النووي. اي مخالفه لا يعني يجي مسألة مثلا ايه؟ قضاء الصلوات. حضرت انت ربما قضاء الصلوات دي فوائد العام. فالحمد لله الشيخ قال ايه؟ انه يجب القضاء في جميع الصلوات. خلاص؟ يقول الامام النووي في المجموع ودي من المسائل الجميله اللي خلصتها، اجمع من يعتد به من العلماء على انه من ترك صلاه عامله وجب عليه قضاؤها. ولم يخالف الاجماع الا ابن حزم الظاهري. واستدل بأدلة ليست محلا للاستدلال. خلاص؟ واستدلنا وتقدم منه الأدلة بتاعته. المسألة قال أولا لو كان الناس ها هو طبعا ابن حزم ما بيراش القياس الأولوي. بيرى القياس الأولوي. ها؟ يقول إيه لو كان الناس منع عن صلاة أو نسيها وجب عليه القضاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الناس والنائم وجب عليه القضاء من باب أولى العامد. لا قياس او لا بوجود القضاء. خلاص وقال ان هذا واستدل من هذا وقال ايضا قسنا على مساله الصيام وانه من كان عليه فرض عظمى ها في الصيام وجب عليه صيام 60 يوم واليوم الذي افسده اللي هو 61 يوم. خلاص ان هو ايه افسده عمدا. قال لك ايه الذي فعله عمدا ليس لا يطرد بل يقتل وده مذهب الاربعه. طبعا انت بحث برضه على الأمة الأربعة على
انه يكون قلب وجود القضاء حتى الحنابله قلب وجود قضاء الصلوات في المتاخرين من الحنابله والمعتمد في المذهب عندهم وجود قضاء الصلوات الفرائض لانه لا تبرا منه مما يوم القيامه. فدي مساله اول مهمه يقول اجمع من يعتبر به من العلماء على انه كذا وده مثل ظاهريه انه خرج مع ذلك ها ولم يعتد به انه متقدم على ابن تيميه وابن القيم فنقل اجماع لمن سبقه ها وهم الأخيرة ذكروا الخلاف أنه إيه يكفيه النوافل كرأي إيه ابن حزم يثبت النوافل لكن طبعا الإجماع مقدم هنا بأنه من كلام النووي هو ثقة في نقل الإجماعات وهو قول تعالى رحمه الله فما يجي يخالف مسألة زي كده أقول له لا الإجماع يخالف في نكاح المتعة أقول له لا الإجماع يخالف في اتيان المرأة في الأولوية الإجماع أهل السنة من الحرام الكبيرة بل في أقوال في أهل السنة أن من أتى امرأة في الأولى فقد كفر بما انزل على محمد فكفرت الام اهل السنه والجماعه كفر لكن فعلا القضاء بيخص وممكن ناخد التهديد اه في سؤال كده اجبت عليه قول تاني ففي كل مذهب من المذاهب الأئمة الأربعة وأيضا غيرهم في المذاهب قلنا غير معتمدة عندنا عند أهل السنة والجماعة له أصول وشروط وحواشي خلاص بتلاقي الوجود دي يحفظ إنما يختصر الكلام يحفظ ويبسط أي يشرع ويحش عليه يفهم عشان الواحد يفهم فكل المذاهب الأربعة على مثل ذلك لها أصول وشروط وحواشي في معظم الكتب بتاعتها وتكون نجوم معتمده ومقدمه على الاخرى فمن ضمن النجوم المعتمده في الشافعيه هنا ماده ايه عمده السالك ها وعمده الناس ايضا من ضمن الاشياء التي امتازت بها الاربعه أن يوضع لها أصول فقه، كل مرة له أصول فقه بتاعته، أربعة، وله قواعد فقهية خاصة بيه، ماشي؟ مع حسب الأحناف وقد يكون منهج المتكلمين، في أصول الفقه هو في قواعد الفقه، خلاص؟ والضوابط الفقهية الموجودة في كل مذهب، في إيه تاني برضه؟ الدراسات في العلوم الشرعية وقد تكون في العلوم كلها على العموم تنقسم إلى ستة مستويات علمية. ستة مستويات علمية تنقسم أول إلى قسمين نصي وموضوعي معلش أنت خليتني كتير لما أقول إذا دراسة نصية ودراسة موضوعية تجد أكاديمية لما كانت الأكاديمية دي قالوا الدراسة النصية باعتبار أنها هي الدراسة الأعلى فالدراسة النصية اللي هي النصوص المتون السابقين سواء متون أو شروح أو حواشي والدراسة الموضوعية ما نقله واختصره وتوسط في شرحه ها ثم اتسع في شرحه المعاصرين. يبقى النصي دراسه كتب الائمه السلف. الموضوعي دراسه المعاصرين. نديكم مثال في ذلك حتى. هتلاقي ايه؟ نصي ابتدائي. نصي متوسط، نصي منتهي. نص للمبتدئين ونص متوسط ونص للمنتهي وايضا نفس ثلاثه اقسام موجوده في الموضوع موضوعي مبتدئ موضوعي متوسط موضوعي منتهي مثال ذلك تلاقي مثلا كتاب عايزين نجيب نصي في فقه الشافعيه مبتدئ مادة شو ابو شجاع مادة عمده السابق دي ايه؟ المتون دي تعتبر ايه؟ للمبتدئين ليسهل يحطوها على المبتدئين بعد كده ما يلتقوا هيحفظوا الشروط. الشروط بتاعت العلماء السلف تعتبر نصي متوسط. الموسوعات والتوسع والحواشي من علوم السلف تعتبر ايه؟ منتهي. نصي منتهي. يعني كل ده من علوم السلف، يعني زي البابولي، حاشا البابولي تعتبر مستوى متوسط، نهايه المتوسط او ايه؟ في الجزء في المنتهي بالنسبه للعلوم النصيه، لان البابولي ده يشرح على انه علم نصي. مش انه موضوعي لازم يكون في الزمن وهو نعتبره موضوعي لكن في دلوقتي ده نص يعني ما شاء الله بيقول عندنا احنا وقت نقرا فيه يعني الموضوعي ما تدور
المعاصرين في ترجمة السلف، ترجمة ترجمة كلام السلف، ترجمة كلام سليمة المصطلحات بتاعتهم. فتلاقي مثلا احنا قلنا هندي مثال في علم ايه؟ علم ايه؟ هندي مثال في الفقه الشافعي وفي اصول الفقه. في الفقه الشافعي المصري المبتدئ متن ابو شجاع، متن عقدة السالك، متن زبد بن رسلان، متن المنهج، هو ده اشهر متن هو المعتمد عند الشافعية خلاص؟ لكن كلها نقول معتمدة مقبولة عند الأئمة. لكن في واحد يكون أعلى منه زي إيه مثلا أبو شجاع مشهور جدا، المنهج الطالبين ومنهج الطلاب في الشيخ زكريا، ما دول إيه؟ بيكون أرجع وهيقول لك القواعد. يجي بعد المنهج ده شرح للسلف، يبقى البابولي شرحه مين؟ ابن قاسم، يبقى ده متوسط، نص متوسط. يا حاشية البابولي على ابن قاسم يبقى إيه؟ نصي منتهي أو في بداية المنتهي أو نهاية المتوسط، عشان بعد كده في بجرمي على الضرورة. ماشي؟ عشان البجرمي قصدي على ايه؟ اربع جلدات اوسع شويه، وبعدين بقى الحواشي اللي فيها توسع زي حواشي الشرواني على ابن قاسم العبادي على منهاج الطالبين، وهو شرح التحفه وشرح النهايه، ها نهايه المحتاج وتحفه المحتاج، وحواشي الشرواني ابن قاسم العبادي، وحواشي ايضا الاحاديه على النهايه او على التحفه، دي تلاقي ده منتهي. وكل العروض اخرى مثلا زي المجموع للنووي، البيان العنواني، الحول النووي، دي بقى الموسوعات الضخمه اللي هي ترفهم العلم، ترفيه علم كده، حاجه تلقى نفسك مبسوط والله. ده اصول الفقه جت من هنا ازاي؟ الحمد لله ربنا كتب علينا احنا نشرح جزء من المجموع في ابواب المياه، يعني كان ما شاء الله كان جميل جدا. ايه القاعده المستنبطه من النص؟ قاعدة أصولية ولا لا؟ وبعدين القاعدة الفقهية، وبعدين الدليل، ها وهكذا. فدي موسوعة. ده بالنسبة إيه للمستويات النصية. تيجي المستويات الدراسات الموضوعية، ما كتبه المحاصرين أو المتأخرين. فأقول لك عايزين نيجي حاجة مبتدئة في فقه الشافعية، أقول لك كتاب بتاع واحد فاضل عليه رحمة الله، كتاب الفقه الميسر للدكتور أحمد عيسى عاشور. ايه اللي عمله سيدنا احمد عيسى عاشور رضي الله عنه وارضاه عليه رحمه الله؟ جاب كتاب الحسني، تعرف ايه الحسني اسمه ايه؟ قال صوتك كفاية الأخيار، ها؟ وراح اختصر وحل العبارة بتاعته وجدد بدون زيت الخير، ونقل العبارات والمصطلحات كما هي عند الشافعية. وكان كتاب جميل كمبتدئ لطالب العلم الذي ليس له في العلوم الشرعية ولا يعلم المصطلحات الشافعية، ما هو يقرأ ايه؟ الفقه الميسر للدكتور أحمد عيسى عاشور، فده مبتدئ خلاص أعلى منه شوية. ممكن نقول ايه؟ كتاب الدكتور هشام الكامل اللي هو ايه؟ الإبداع شرح الفقه أبو شجاع، وده أعلى منه شوية. وبعدين بقى كده أخش على ايه؟ على مثلا الشيخ مصطفى نبيل الدكتور مصطفى الفني شرحه الفقه الشافعي اللي هو اسمه كتاب الله مولدات فقد الفقه المنهجي، ده يعتبر منتهي موضوعي في ايه؟ في الفقه الشافعي، لانه راسخ وعنده ايه؟ الام توسع. يجي في اصول الفقه المستوى الاول مثلا ايه؟ متن البيضاوي في اصول الفقه، او متن جمع الجوامع. يجي بعد كده أعلى منه شوية، ها، شرح الأسنوي على متن البيضاوي، ماشي، ده أعلى منه شوية، ده أول حاجة نص مبتدئ اللي هو المتون بتاعت أصول الفقه، متن البيضاوي، متن جمع الجوامع، وهكذا. يجي بعد كده تعالى من مستوى اللي هو مستوى المتوسط في أصول الفقه، النص المتوسط في أصول الفقه، نقول إيه مثلا شرح الأسنوي، ماشي، نعم. شكل على البيضاوي، بعد كده حاشية البناني على جمع الجوامع، حاشية العطار على جمع الجوامع، حاشية المحادي على جمع الجوامع، وعلى المستوى يعتبر دي المستوى النصي الأعلى، حتى ممكن ندخله في الأعلى، الحواشي دي ندخله في الأعلى، وبعد مثلا حاشية الشيخ الغيب، ها؟ يبقى دي الأعلى، وتدخل بعد كده إيه؟
البحر المحيط الزركشي 7 مجلدات في اصول الفقه. تدرس بقى، تدرس شروح الرازي، فخر الرازي. مين فخر الرازي؟ كان فخر الرازي اسمه ايش؟ محصول. محصول وشروح نتائج الاصول شرح المحصول بالامام. دي بقى ده المستوى المنتهي، البحر المحيط الزركشي نتائج الاصول شرح المحصول. وهكذا لغايه الكلمات التوسع 8 مجلدات الاصول. فده المستويات النصيه بالنسبه للاصول. تيجي المستويات الموضوعيه بالنسبه للاصول، ده مثلا كتاب الوجيز في اصول فقه عبد الكريم، ده مبتدئ. او اصول فقه البوذري. دراسات مثلا في اصول فقه للدكتور عبد الفتاح الشيخ، ده ايه؟ مبتدئ او مبتدئ كده. تيجي مثلا بعد كده مستوى اعلى شويه في الاصول في الموضوع، يعني من دول يعني اصول فقه الخضري مبتدئ. نعتبر مثلا اصول فقه للشيخ ابو زهره مستوى متوسط في شرح الاصول، اصول فقه للامام ابو زهره. تيجي بعد كده مستوى منتهي في الموضوع الاصول الفقهي، الشيخ مثلا الله يرحمه ورحمه الله ورحمه نادره. اصول الفقه للدكتور ابو النور زبير 4 مجلدات يقرا كتاب ده. ما في ايه؟ ما في هاي السوق كتاب جامع وشرح ده ابن العاس له ابداعات في فهم نصوص الاصوليين بطرق غير معتاده. هو بيشرح ودي مستويات الستة لكل العلوم غالبا يكون فيها معظم العلوم غالبا يكون فيها الأصول الستة دي الدرجات المستويات الست التي ذكرناها. وهذا نحن نقرأ الآن هو الكتاب ونحن نعرف عليه من النجوم، والنجوم دي تختلف جدا. يعني عندك مثلا في متن في الشافعية 800 صفحة 800 صفحة المبدأ 800 صفحة ما تشاهد هو 25 درجة. ده لو جه الشيخ النووي قبلها لو وصل 50 مجلد. هو ده طبعا الله الدكتور شرح، لانه شرح الكتاب هو الجزء الذي شرحه ابن السكيل، شرحه تلت الكتاب 12 مجلد. يعني يحسب لو شرحه ده 90 36 مجلد او اكثر. طيب ونبتدي نشرح اليوم في ايه؟ في الفقه، في فقه الشافعيه، في كتاب عمده السالك وعمده الناسك. وله شروط كتير طبعا، ده كتاب انوار المسالك شرط عمده السالك، وفي فتح بلال الملك شرح عمده السالك مجلدين حتى شويه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من الاحاديث المهمه جدا في تزكيه طلب العلم، ان طلب العلم قادر على كل شيء. ان من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. ما معنى من يريد له به خيرا؟ قال هنا إذا أتى الشيء منكرا مهولا دل على حال الكمال والحال الكمال فيه، أي من يريد الله به الخير المطلق والكامل يفقهه في الدين. حتى العلماء قالوا إيه؟ يعني إذا الذي لا يتفقه في الدين ليس يكون له نصيب في الخير؟ قالوا لا، إلا أن أعلى الخير وأكمله وأتمه هو أن لمن تفقه في دين الله، يكون لذلك حديث ايه؟ او عالما ومتعلما. عشان ايه؟ ومن يريد الله به خيرا اكمل الخير واعلاه يفقهه في الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا مقتصر على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه. اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا، وذلك إذا اختلف تصحيحهما تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي فيكون مقابله لتصحيح الرافعي، وسميته عمدة السالك وعدة الناس. والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ومشكور طبعا عرفنا أنه ده من يبتدئون الكتابة كتبهم بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وخبر كل أمر ما يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم
وهو أقطع أو أكثر أو أجزم على روايات مختلفة. ماشي. وبعدين قال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فابتدأ بالكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أول شيء كتاب كتاب الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه ورضوانه. اقتصرت فيه على الصحيح، يعني ايه اقتصر؟ ما جابش اختلاف وزاد. اقتصرت فيه على الصحيح من المدد عند الرافعي والنووي او احدهما. اذا اجتمع الرافعي والنووي على قول فهو الراجح في المذهب هو الصحيح مهما كان مخالفيه. ماشي. طب واذا خالف الرافعي النووي يبقى الراجح قول الرافعي. دي قاعده كده قلنا في المذهب دايما. طب ايه ماشي على كده؟ شيخ المذهب هو النووي والرافعي. إلا أنهما اعتبر في مشايخ المذهب اعتبر الطبقات ثلاثة للأصول. فقالوا في المتقدمين الجويني والغزالي شيخ المذهب. وفي المتوسطين النووي والرافعي. وفي المتأخرين الهيثمي والرملي. فدول إيه؟ الدين الأولى مدرسة واحدة. تجد أن الفتوى استقرت على منهاج النووي. على ما قاله النووي، وان خالف الرافعي فالراجح قول النووي، مش هتعرف قواعد المذهب. وقد اذكر فيه خلافا. خلاص هو قال لي هيجيب الصحيح بس من المذهب. عند الرافعي والنووي او احدهما. وقد اذكر فيه خلافا وذلك اذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي، لان المذهب اذا اختلف الرافعي والمذهب والنووي يبقى التصحيح للنووي. فيكون مقابله تصحيح الرافعي. وسميته عمدة السالك وعودة الماسك. عمدة السالك أي رب تعالى في طريق تعبده لله تعالى. وعودة الماسك أي ما يعبده المتعبد أيضا. الماسك هو المتعبد. فالسالك والماسك هنا مترادفان، بمعنى الذين يعبدون الله تعالى. والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. قال كتاب الطهارة. دلوقتي نشرح على سبيل الاختصار ولا على سبيل التوسع عشان نفضل؟ ها؟ لا توسع على مدة سنين. قلنا في المختصر كده ولو حدا في مسائل اسالوا عليها. انا هناك حضرتك 10 اسئله دخلت في الاسئله واظن في الفقه هيبقى في اسئله بس هي التصوف يعني. كتاب الطهاره. المياه اقسامي طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والنجس غيرهما، فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المنتقي، وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة، ويطهر بالمشمس في بلاد الحارة بلاد الحاضرة في الأواني المنقلعة وهي ما يطرق بالمطارق إلا الذهب والفضة وتزول بالتبريد وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة شيء طاهر يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث ولو لصبي أو النجس ولو لم يتغير لم تجوز الطهارة به. يتغير بزعفران ونحوه يسيرا أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين أو بما لا يمكن الصوم عنه كتحلب وورق شجر تناثر فيه وبتراب وقود مثل أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وجوه وغسل مسنون أو جمع المستعمل في بلع قلتين جازت الطهارة به ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة أو جنب بعد النية في دون قلتين فاقترف ونوى الاضطراب لم يضره وإلا صار الباب مستعملا. ولو انغمس بمباني فأكثر دفعة أو واحد بعد واحد في قلتين ارتفعت جنابتهم ولا يصير مستعملا
وكلتان 500 رطل بغداد تقريبا، ومساحتها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فكلتان لا تنجس بمجرد ملاقاه النجاسه بل بالتغير بها ولو يسيرا، ثم انزال التغير بنفسه او بماء طاهر او بنحو مسك او بخل او بتراب فلا. ودونهما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر، أو ميتة بادر لها سائل كذباب ونحوه فلا يضر، وسواء الجاني والراكب، فإن كثر القليل النجس بلغ كلتين ولا تغير طهر. والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما اللون أو الطعم أو الريح، وعنده تغطية الإناء، فلو وقع في أحد الإنائين نجس توضأ من أحد نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة، سواء قدر على الطاهر بيقين أم لا، فإن تحير أراقهما ويتيمم بلا إعادة والأعمى يجتهد، فإن تحير فقد بصيرا، ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ لكل واحد مرة أو بدور أراقهما وتيمم. الشيخ ما شاء الله علامة كبير. قال: المياه أقسام له طهارة. الطهارة لغة النظافة ماشي، والنظافة مقصود إما نظافة حسية أو معنوية، فهي نظافة من الأنجاس أو من الأجناس. الأنجاس يبقى النجس اللي عين نجسة، خلاص عين موجودة نجسة، أو من الأجناس اللي هي الصفات النفسية القبيحة المذمومة، فده معنى كلمة الطهارة. المياه أقسام: طهور وطاهر ونجس. قبل تقسيم الأقسام دي، المياه لها أقسام أخرى، يبقى ممكن نقسم التقسيم أولا: المياه من حيث المصدر، والمياه من حيث الاستخدام. فالمياه من حيث المصدر سبعة، ينقسم السبعة دول إلى ثلاثة من السماء وأربعة من الأرض، خلاص؟ ماء السماء لو ماء المطر، وماء الثلج، وماء البرد. ماء المطر مطر، احنا عارفين مش عارفين مطر. وبعدين ماء الثلج، لما ينزل الثلج كده، لو ساحي ده طهور، ده ماء، خلاص؟ وماء البرد اللي هو المبروش، اللي بينزل على الجبال في بلاد الثلج، هذا المبروش ده اللي هو شبه الملح، لكن ايه؟ كل الملح هو مبروش كده، تلاقيه مكسر. هذا اسمه ماء البرد. فالثلاثة دي كانت من السماء، تنزل من السماء. والماء اللي في الأرض أربع مياه: ماء العيون والآبار والأنهار والبحار. منها طبعاً المالح اللي هو البحار، والعيون والآبار ماء والأنهار ماء الماء. العين ما تنبت من الأرض، ياخد منها الماء لأنها تنبت كده من الأرض. والآبار ما تحفظ لتصل إلى الماء، خلاص؟ كل نهر معروف. كل بحر معه، ولا مش عارفين بحر معه. يبقى دي المياه من حيث مصادرها. ماشي. فأنت انقسم المياه من حيث استخدامها في الطهارة. المياه وأقسام خمسة، وذكر ثلاثة من القرآن. المياه وأقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. خلاص؟ ويقول هذه يشير بمعنى هنا وهو ايه؟ الماء المطلق عن قيد اللازم، بس مش شرح مقدمه جاري كما هي عادة العلماء انهم يقدمون يقدمون عند ذكر الشيء، يبتدئون به بشرحه اولا ثم يشيرون بعد ذلك اذا ورد مره اخرى. فالطهور هو الماء الطاهر في نفسه، المطهر لغيره في الحبش يقول يقول غير مطلوب في استعمال عشان يخرج الايه المطلوب في استعمال، اللي ده قسم رابع. طيب. والطهور ده اي الماء المطلق عن قيد اللازم.
فيكون هنا القيود ثلاثة. أولا القيود من حيث تقسيم القيد في تأثيره في زادية الماء ينقسم إلى إيه؟ إلى قيد لازم وقيد منفرد. القيود من حيث تأثيرها في زادية الماء لاستخدام للطهارة ينقسم إلى قيد لازم وقيد منفرد. القيد اللازم مؤثر في زادية الماء، القيد المنفرد لا يؤثر في زادية الماء. يعني ممكن ما القيد المنفرد يجوز ان انا اطلق عليه كلمه ماء على هذا الماء اللي هو مقيد بقيد المنفرد ولا واكون صادق، مثل القيد المنفرد الايه المصادر السبع ماء السماء يبقى ده قيد منفرد، يعني ممكن اقول ماء السماء. اما اجي اقول ماء السماء ده واحط الكوب واقول لك ما هذا تطلق عليه ماء خلاص وتكون صادق موافق للغه والعرف الشرعي. ماء البحر اذا حطيته في اناء تقول ماء خلاص، يبقى ايه عن ده قيد منفرد اللي هو الوصف. ها والقيود ثلاثه، اما الاضافه او الوصف او العهد. القيود الماء سواء كانت منفرده او قلنا ايه ده تقسيم اخر من حيث القيود للماء من حيث ده تعتبر فيها بقى ايه؟ القيود توزع على ستة أصناف بقى. قيد من حيث الوصف، وقيد من حيث الإضافة، ها؟ وقيد من حيث التعريف اللي هي ايه؟ إنما الماء من الماء، إنما الغسل من المني. الماء الثاني ها؟ مراد به الالف واللام العهد التي يوجب الغسل، انما الماء من الماء. الماء الاولي الماء المعروف اللي هو المطلق عن قيد المياه، اي يجب الاغتسال من الماء الثانيه، اي الالف واللام في الماء الثانيه للعهد، اي الماء المعروف الذي يوجب الغسل اللي هو المني، وجود المني. يبقى من الالف واللام للعهد. خلاص؟ انما الماء الغسل المطلق انما يكون من خروج الماء اللي هو المني. فالالف واللام في الماء الثاني للعهد اي المني. خلاص؟ او يكون الاضافه من ماء دافق. ماء مضاف ودافق مضاف ايه؟ يبقى ده ايه؟ الاضافه. العهد والاضافه وايه ثاني؟ والوصف. الوصف دافق مثلا عن اخر. أو الوصف ماء دافق يبقى الوصف. فالإضافة ماء البحر ماء الماء ها يبقى ده معنى الإضافة. وكل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة سواء الإضافة أو الألف واللام الداخلة للعهد أو الوصف ها ملوش دعوة للحكم على الماء إذا كان هو يؤثر في ذاتيته فلا يجوز الوقوف منه لا يجوز نظره أو لا يؤثر في ذاتيته. فما اتبع القول بقدر المنفذ مرة أخرى عشان تلاقي حد جمع من فضل الله والنبي ما حدش جمع بس من دون معرفة. لما أرى كتاب جمعهم. يعني على حسب على حسب ما قرأت يعني. لكن نقول لم يأتي يؤثر في ذاتية الماء اللي هو القيد اللازم الماء الدافئ. المقصود هنا ماء النبوخية. ماء الفاصوليا. ماء الفاصوليا. لكن الفاصوليا ما أثر في ذاتية الماء وخلايته عن ان تطلق عليه ماء مطلقا بغير قيد. لما اجيب لك ماء فاصوليا او اجيب لك عكس تقول عليه ماء عكس، هل تستطيع ان تجده تكون صادق اذا اطلقت عليه ماء فقط؟ لازم تغيره قيد لازم ماء الفاصوليا ماء الروبيا ماء الورد ماء اذا قيد لازم لانه مؤثر في ذاتيه الماء وبالتالي لا يجوز ان تطلق عليه لفظ الماء بدون قيد. لازم تقيد القيد والا لن تكون صادقا لن انت كاذب. اذا جبت ماء ملوخيه وقلت له ده ايه؟ فقال لك ماء، يبقى المنطق الرد كاذب في نفس الوقت بدون تقييد قيد الملوخيه ليس صادقا لان كلمه ملوخيه مؤثره في ذاتيه الماء. لكن لما تيجي الماء البحر كلمه البحر ليست مؤثره في ذاتيه الماء. ماء النهر، ماء العين، ماء البئر، ماء المطر، ماء السماء. ماء
ماء الثلج، ماء البر، كل الاوصاف السبعه غير مؤثره في ذاتيه الميه. ايه الماء؟ يبقى ايه ده معنى كلمه ايه؟ الماء الطهور هو الماء المطلق، كلمه مطلق عن قيد اللازم. فالامور الغير لازمه لا تؤثر، لكن كل اللازمه يجب فطرها مع الماء اللي هو ايه؟ متاثر بها. رايح لغايه كده مفهوم؟ حلو؟ فالطهور هو الماء، هو القائد في نفسه المطهر لغيره. خلاص؟ اي الماء المطلق عن قيد اللازم كما في الكتب التاليه. والطاهر هو القائد في نفسه ولا يطهر غيره. الماء الطاهر في نفسه ولا طاهر غيره، ده اسم ماء طاهر فقط. ها؟ هو قسمين الماء الطاهر ده. المخالط ها؟ ومستعمل. والمستعمل قسمين. خلاص؟ أيضا. المستعمل قسمين، مستعمل في فرض الطهارة ومستعمل في إزالة النجاسة. فالماء الطاهر ليه إيه؟ قسمين، وداخل القسم الثاني قسمين. خلاص؟ يبقى الأول طاهر، طاهر في نفسه غير طاهر غيري، القسم الأول منه المتغير بمخالط يمنع إطلاق اسم الماء عليه. ومتغير بمخالط يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فهو طاهر غير طهور. أنا حفظت المعنى. ده مثل سيدنا منهج. سيدنا الشيخ زكريا العصيري في المنهج. ومتغير بمخالط، ومتغير بمخالط طاهر غير مستغنى عنه، مستغنى عنه يمنع إطلاق طاهر غير طهور. القسم الأول متغير بمخالط. طيب متغير بمخالط طاهر يمنع إطلاق الاسم هو طاهر غير طهور. دي أربع أركان، أربع شروط قيد. ها؟ يبقى تغير يمنع إطلاق اسم الماء عليه، يعني يكون تغير في المخالط الطاهر ده كثير. ما يكونش مثلا إيه؟ عبارة عن كده الشعرة بقى لونه مبين، لا بقى المية بقت زي اللبن، متحط عليها تقيل دقيق. أو خلطت كمية من اللبن كبيرة جدا، بشرط إن الماء واللبن أصبح كل زراعية تقول ده لبن، ما تخش عليه إيه؟ خلاص؟ لكن في تغير يمنع إطلاق الاسم، زي الذي مثلا إيه؟ ماء طهور وضع في قصعة كان فيها عجين، فتغير تغير كده كده. ها؟ هذا تغير لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فيكون ماء طهور. يبقى شرط التغير في الطاهر أن يتغير تغير يمنع إطلاق اسم الماء عليه. خلاص؟ ولا يكون تغير بالمخالط، لأن التغير بالمجاورة لا يضر. خلاص؟ التغير بالمجاورة لا يضر. جبت خشب صندل وألقيته في الماء، الماء بقى طلع في كل صندل. بتوضى بصندل لا يضر، بتوضى بماء الصندل لأنه تغير بالمجاورة، فالقيود عاملة. نعم. ارفع صوت السامع. أني في أي مسألة، المخالط ولا المجاور؟ المجاور لا يضر مطلقا، طلب مجاور. خشب هقول لك متغير بالمخالط. بعد كلمتين أهم من نص الشيخ زكريا. خرج بالمخالط التغير بالمجاور. ما معنى التغير بالمجاور؟ يقول لك خشب الصندل لو حطيت الميه ها في الميه الصندل تلاقي ريحه الميه كلها صندل شديده زي ما تكون متقطعه. الا ان ده تغير بالمجاور لا يمنع اطلاق اسم الماء عليه ويجوز الوجود. وعندي امثله اخرى. خلاص؟ تغير ماء لوجود جيفة بالجوار كلب ميت حيوان ميت او حمى او اي حيوان ميت فالماء انتنى ريحته نتنى لا يضر لان ده طهور. واضح؟ تغير ما خليك مستغنى عنه ده تغير بسقوط مسك فيه قطعة مسك سقطت في الماء ده الماء كله ريحته مسك. هل ده يمنع الوجود؟ ما يمنعش الوجود لانه تغير بمجاورة. الفرق بين المجاورة والمخالطة ان المخالط يختلط بجميع اجزاء الماء ولا يستطيع ان تميزه.
والفرق بين والمجاور لا بيبقى قطعه طوب كده او قطعه مسك او قطعه عنبر او خشب الصمت تسقط في الماء وشايفه يعني ممكن اخرجه من الميه ده هو طيب المجاور واضح؟ وين طاير باعتبار عايز تقول يعني ان اللون والرائحه تغيرت في السمع التغير في هذا الشيء يروي انها صار ما تغير لون بسبب ننظر بقى هل هذا مستغنى عنه ام غير مستغنى عنه؟ لان التغير الصفاتي او الاوصاف كلها لو كان غير مستغنى عنه من تلاته ولو تغيرت الاوصاف الثلاثه هل ده مستغنى عنه ولا غير مستغنى عنه؟ مثال ذلك ماء البحر في قطع من البحر يركض فيها الماء فيرمي عشب اخضر اسمه ايش هذا الاخضر الاخضر؟ التحلب هذا التحلب يغير يخلي ريحه الماء متغيره ولونه اخضر ها وطعمه ايضا متغير الا انه لا يضر الماء لا يشتغل عنه شو اللي احفظ الماء هي خلاص وهكذا يعني تيجي كل مساله لها حد فبالنسبة لأنت المخالط خلط جميع أجزاء الماء ولا يمكن تمييزه ولا ما ولا مجاور لا ده قطعة الصندل هي خشب الصندل أو في الدروب من الأركان لا أراء فلا يضر تغيره ما من كان تغير ماشي المستغنى عنه وغير مستغنى عنه ممكن نديك مثال للاثنين سقوط شجرة فوق بئر سقوط الورق في البئر بتاع الشجرة يصعب التحرز منه فهذا لا يستغني عنه الماء فإذا الماء اخضر وعطل رائحته نتيجة سقوط الورق في الشجرة لا يضر لأن هنا لا يمكن احتراز منه خلاص الماء هيبقى اخضر ورقة تانية عطلة وتحلل فيه ورق الشجرة لا يضر لكن لو سقطت الثمار التي في الشجره داخل البئر فتحللت الفرق لان الشان في الثمار انها تجمع وانه يحترز منها من سكوتها في البئر كذا ده مستغني عنها لما تجاريش هو اذا سقطت فتحللت فغيرت لكن سقطت لكن ما تحللتش استروح فيها الماء يبقى اصبح ايه مجاور واضح؟ ده لسه عشان سيد ساكن عادي اللي في اي لبس اسمع معايا لو في اي خطا ما فيش فيه انا بقول حالات من 15 سنه نعم دي ملاك يسال بس الاستجواب فيها لا يضر بيعتبر انها في جوار مجاور وليس مخالط خلاص يعني الاستجواب باعتبار تغير رائحه الماء او تغير طعم الماء اما لو تحللت الجيفة او سقطت في الماء لا مش تدورها لكن مساله النجاسه اذا كان في ايه في الماء الجاري او الباطن هتيجي مساله الماء النجاسه طيب طيب يبقى ده الطائف في نفسه يبقى ده القسم الاول من الطائف في نفسي المطهر الغير طاهر الغير طاهر لغيره اللي هو الماء المتغير بمخالط طاهر يمنع اطلاق اسم الماء عليه اللي يشوفه ده مش ميه يبقى ده ايه؟ طاهر غير طوب، والقسم الثاني المتغير الماء المستعمل في الطهاره. الماء المستعمل في فقد الطهاره دي ها؟ قسمين، ماء في ازاله النجس وماء في رفع الحدث. فالماء المتغير في ازاله النجس قصدي في رفع الحدث اولا تحضير رفع الحدث، الماء المتغير في رفع الحدث هذا يعتبر عند الشافعية كالمائعات التي خرجت الماء المستخدم في رفع الحدث مستعمل في رفع الحدث يعتبر ايه كالمائعات ان لم يتغير لما تكون في جبت ايه لبن ودلقته في الماء فحكم حكم المائعات ماشي الماء المستعمل في فرض الطهاره في فقط فرض الطهاره يعني الماء المضاد والاستنشاق طهور ماء الغسلة الثانية والثالثة طهور إنما المستعمل في الوجه الطهارة اللي هو ماء غسل الوجه أو الغسلة ده هو مستعمل في رفع الطهارة اللي هو مستعمل فيما لا بد منه في استباحة الصلاة
طب القاسه الثانيه اللي هي لابد منها؟ الاضراب من حاجه بتترفع من القاسه الاولى، فالقاسه الثانيه مندوبه والماء بتاعها ليس مستعملا، فلو جمعته في اناء واحد تمام ماشي، فالمستعمل في فرق الطهاره فقط الذي يصبح طاهرا غير طهور، المستعمل في نفس الطهاره لا يصبح ايه؟ طبعا اغتسل غسل الجمعه ويعتقد انه نفل والماء بتاعه طهور، الماء المنقسم من غسل الجمعه طهور لانه ايه؟ ليس مستعملا فيما لا بد منه، ليس مستعملا في فرق الطهاره خلاص، اي طهاره المفروض. فالمصاب بين القصه الثانيه والقصه الاولى هكذا ماشي، والجزء القسم الثاني من المستعمل هو المستعمل في ازاله النجاسه، وهو له ثلاثه احوال. احنا قلنا المستعمل في فرض الطهاره حليب طهور وطاهر، طهور لو كان في السن في نفس الطهاره، وطاهر اذا كان في فرض الطهاره. المستعمل في ازاله النجاسه له ثلاثه اقسام، أن يكون الماء أولا شرط أن يكون الماء واردا على النجاسة، فإذا وردت النجاسة على الماء ها؟ فإذا وردت النجاسة على الماء إذا وردت النجاسة على الماء النجاسات كلها خلاص؟ جاء الثلج نجس وجاء ماء أقل من قلتين حط الثلج نجس في الماء اللي في قلتين، ده نجاسة المفروض. فشرط ورود الماء على النجاسة أن يرد الماء على النجاسة عشان ما يتنجسش، لو قلنا بطهارته أو طهوريته، لأن الثلاثة المسائل اسمها مسألة الغسالة. يبقى أول شرط في مسألة الغسالة أن يرد الماء على النجاسة. طيب الست حنفية قالوا لا، يرد الماء على النجاسة أو النجاسة ترد على الماء لا طيب، حتى لو وردت النجاسة على الماء. بس نعم عند الحنابلة. اما عند الشافعيه رد عليه الشافعيه بدليل. قال ايه؟ الدليل في حديث ايه؟ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخلن يده في الماء الماء حتى يغسل ما خرجه. فانه لا يدري اين باتت يده. خلاص احنا توسعنا. فانه لا يدري اين باتت يده. رغم ان يده ما فيهاش نجاسه. قد تكون نجاسه معنويه، بمعنى ايه؟ نقطه بول وجف ها؟ او نجاسه حسيه لكن هو مش رايها ها؟ او نتيجه هو ناعم، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخلن يده في الماء حتى يغسلها خاله فانه لا يدري اين باتت يده. فاذا قدر المقطوع عنه من النجاسه ضئيل جدا ودقيق جدا. طب انا نبص بايدي مفيش حاجه، يمكن قط تكون جت وجت. فالنبي نبهنا ان ما تغسلش نفس الايه الاناء صلى الله عليه وسلم قبل ان اغسلها. اذا لو ادخلت يدي في الماء كان فيها نجاسه تفسد الماء. خلاص فدل ذلك على ايه؟ ان ورود النجاسه على الماء يفسده. وده دليل الشافعيه ان يكون الماء واردا على النجاسه وليست النجاسه التي وردت على الماء. الحاله الثانيه ان الوسيله لها ثلاثه اقسام بعد الشرط ده. القسم الاول ان يرد الماء على النجاسه ولا يزيلها، يبقى الماء ينفصل كله نجس، غير ما يزول اي نجاسه. تزول اي نجاسه، حتى لو كان الماء غير متغير. طالما مر على النجاسه ولم يزيلها فهو نجس. يبقى متنجس. نعم؟ طيب ازال النجاسه وطهر المحل. يبقى ده ماء في المساله دي اسمه ماء مستعمل. اللي هو الماء المستعمل في إزالة النجاسة وقد طهر المحل. المحل طهر. يبقى ده ماء طاهر غير طهور. والماء الأول اللي هو ما زالت النجاسة موجودة عينها يبقى نجس. الماء الثالث ده طهور وهي الغسالة الثانية بعد زوال النجاسة. يلزم إنك أنت تغسل بعد زوال النجاسة مرة ثانية وثالثة. فالماء ده طهور بتاع الغسالة في المرة الثانية والثالثة لأنه مندوب. ولا يزيل نجاسه، النجاسه زادت الماء اللي هو ايه؟ في ازال نجاسه وطهر الحال. يقول ايه؟ الشيخ زكريا يقول في ايه؟ فغسالة منفصلة غير متغيرة ها؟ وقد طهر المحل فهي طاهرة. شرط الغسالة ان ايه؟ اولا تكون رب الماء وانفصلت وغسالة غير متغيرة بأثر النجاسة
والمحل طهر، يبقى دي اسمها طهيره غير طهور. اما الغسله الثانيه طهور والغسله الثالثه طهر. ولذا نكون قد انتهينا من تقسيم الماء الطاهر وتقسيم الماء الطهور، ونتكلم المره القادمه عن الماء النجس. النجس غيرهما هو قسمين ايضا، نجس ومتنجس، والله تعالى اعلى واعلم واعز واجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. مشاكل وكرم وبارك وعظمها.